لو كان نقول لك بلي كاين جوار قعد 6 شهور بلا ما يلعب مع الكلوب ديالو، بصح رغم نقص المنافسه قدر يساهم هذا اللاعب بشكل كبير في تتويج الفريق الوطني باول كاس افريقيا سنه 1990. ولو كان نقول لك بلي هذا اللاعب تفوق على الاسطوره زين الدين زيدان في بطوله الدوري الفرنسي شحال من مره، على بالي بالك راح يجوا في راسكم بزاف اسماوات من اللاعبين تاع الجيل الذهبي يصنعوا امجاد الكره الجزائريه. مما كاين حتى لاعب من غير الفنان موسى صايب يقدر يصنع الاستثناء ويشارك في كامل مباريات الكان لمده 90 دقيقه رغم صغر سنه ونقص خبرته. زاد موسى صايب في 6 مارس 1969 ببلديه تنيه الحد اللي كان تابع في هذاك الوقت لولاية تيارت من عائلة تعود أصولها لقرية آث وسيف بتيزي وزو. موموس كما يدعوه الجماهير هو الكبير تاع العائلة المتكونة من 9 خاوة، وكان يخمم من صغره باش يرفد على باباه الأعباء والمسؤولية ويصوفي العائلة تاعو من الظروف الصعبة اللي كانوا يعيشوا فيها. الحكاية تاع موموس مع الرياضة الأكثر شعبية في العالم بدات مع الفريق تاع ثنية الحد في منتصف الثمانينات، وبالرغم من أنه كان طالب متفوق في قرايته إلا أنه حبه الكبير للفوتبول دفعه باش يسمح في قرايته وما يجوز شهادة البكالوريا. هذا الأمر لأثار غضب الوالدين تاعه اللي عرضوا الفكرة بشدة، بصح الموهبة والمهارة العالية تاع لوجون موسى صايب خلت المسيرين تاع فريق مولودية تيارت يوقعوا مع لا فيتور ستار تاع الفوتبول الجيريان وهو بسن 18 سنة فقط. وفي أول موسم ليه مع جي ام اس تي قدم موسى مستويات مبهرة في البطولة الوطنية وقاد فريقه إلى تحقيق المركز الثالث في الشامبيون أليبوك. ديسمبر 1988 صايب يشارك لأول مرة بقميص الفريق الوطني، وفي أول ظهور دولي له لعب موسى كأساسي ضد منتخب الزيمبابوي، المباراة التي انتهت بفوز محاربي الصحراء 3-0. وفي نفس الفترة انتقل موموس إلى فريق شبيبة القبائل بفضل الدام حن شريف حناشي اللي تمكن من خطف هذه الموهبة الصاعدة اللي كان قريب من التوقيع في فريق مولودية العاصمة. الموسم تاع 89-90 راح يبقى محفور آبي في ذاكرة المايسترو موسى صايب، فرغم ابتعاده عن الميادين لمدة 6 شهور بسبب العقوبة اللي تعرض لها بعد توقيعه في جياسكا بدون الموافقة النهائية تاع مسيري فريق مولودية تيارت. بصح مالغري هادشي كامل موسى قدر يولي من بعيد وتمكن من حصد البطولة ولا كوب دافريك دي كلوب مع لي كاناري، كما قدم من كوب دافريك اكسبسيونال مع الفريق الوطني اللي كان يسخر بنجوم كبار كما رابح ماجار، جمال مناد، شريف الوزاني وغيرهم من اللاعبين. وبالرغم من وجود هاد الاسامي الثقيله في تشكيله الكوتش كرمالي الا انه لو بوتي صايب قدر يفرض روحه ويقدم تمريره على طبق للمهاجم شريف وجاني اللي سجل هدف الفوز في المباراه النهائيه ضد منتخب نيجيريا. بحلول سنة 1992 وبعد تتويجه مع جياسكا بكأس الجمهورية نال ابن قرية آث وسيف اهتمام المدرب المخضرم جي غو اللي كان يدرب في هذاك الوقت فريق أوسار، وكما كان الحال الموهوب موسى صايب وقع على عقد لمدة 4 مواسم مع فريق أوسار الفرنسي. وبعد موسم أول صعيب تمكن بطل إفريقيا باش يكون قطعة أساسية في تشكيلة الفريق في المواسم الجاية، وساهم بشكل كبير بتتويج فريق أوسار بأول لقب في مسيرته كنادي من خلال تسجيل هدف في نهائي كأس فرنسا ضد فريق مونبولي. على الصعيد الشخصي تحصل صايب 2 مرات على لقب لوميور باسور في البطولة الفرنسية متفوقا على الأسطورة زين الدين زيدان اللي كان يلعب في بوردو أليبوك. بعد سنوات مميزة مع أوسار صايب كان قريب جدا من التوقيع في فريق أرسنال سنة 97، بصح في دقيقة الأخرى كلش تقلب 180 درجة. فينالمو موسى خير إسبانيا وبالتحديد فريق أفسي فالنسيا اللي كان يعج بالنجوم كيما روماريو أورتيغا وغيرهم من الأساطير. البدايات تاع نجم الشبيبة السابق في البطولة الإسبانية كانت مليحة قبل ما يتولى المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري زمام الأمور ويقرر استبعاد النجم الجزائري من التشكيلة الأساسية، الأمر اللي خلاه يوقع سنة 1998 في فريق توتنهام هوتسبيرز ليكون ثاني لاعب جزائري في التاريخ يلعب في الدوري الإنجليزي بعد الدولي السابق رشيد حركوت. بعد صولات وجولات مع أندية أوروبية كبيرة وخوضوا تجارب في الخليج ومسيرة دولية تجاوزت 65 مباراة، النجم ديالنا قرر العودة إلى أرض الوطن سنة 2004 من بوابة فريق القلب شبيبة القبائل ويتحصل معهم على لقب البطولة، بالإضافة إلى تتويجه بلو بالون دور تاع أحسن لاعب جزائري. وانتم في رأيكم وكان صايب مازالوا يلعب، هل قادر يحظى بمكانة أساسية في الفريق الوطني؟